السلام عليكم. إذا التمرين في درس الجذور المربعة لي غاسين كاري. Parmi les écritures suivantes, on trouve celle qui désigne le nombre 7, le nombre moins 7 et celles qui n'ont pas de sens. إذا عندنا مجموعة ديال الإكريتور، غادي نشوفو العدد اللي كيساوي 7 واللي كيساوي ناقص 7 والعدد اللي ما عندوش حتى معنى. نذكروا بأن الجذر المربع دائما تيكون عدد موجب. اذا الجذر ا فخاصها تكون اكبر او تساوي صفر، يعني ممكنش يكون عندنا عدد مثلا سالب. اذا هذه الكتابه غير صحيحه. اذا نبداو باول، اذا عندنا الجذر ناقص 7 اس 2 ناقص 7 اس 2 ناقص 7 اس 2 يعني ناقص 7 في 7 يعني ناقص 49. اذا عندنا هذا العدد، هذا هو عدد سالب. اذا سيت اكريتور نا با دو سونس. جذر ناقص جذر 7 الكل اس 2. اذا دائما كيكون عندنا ناقص واحد العدد اس 2، اذا هذا العدد راه موجب. علاش؟ لان راه كيساوي لنا ناقص ا في ناقص ا، والسالب في السالب كيعطينا عدد موجب. اذا هو ا في ا يعني ا مربع. اذا هاد العدد راه هو جذر 7 اس 2، اذا كيساوي لنا العدد 7 ناقص جذر ناقص 7 اس 2. كاين اللي غيشوف الناقص لداخل يقول لك لا يمكن. اذا هنا خصنا اول حاجه نشوفوا هاد العدد اللي لداخل واش موجب ولا سالب. حنا عندنا ناقص 7 الكل اس 2، اذا هذا عدد موجب هو 7 اس 2، بالتالي فكيساوي لنا العدد 7. ناقص الجذر 7 اس 2، اذا ناقص خارج الجذر، اذا هي ناقص جذر 7 اس 2 كتساوي لنا 7، اذا كيساوي لنا ناقص 7. ناقص جذر 49، إذا هي ناقص 7 أس 2 أي ناقص 7. جذر 7 أس 2 إذا كتساوي لنا العدد 7. التمرين الموالي غيدوي شاك إكسبرسيون لوسكو سولا إي بوسيبل. هنا غنحاولو نبسطو هاد العمليات. إذا نبداو بأول عملية، 5 جذر 3 ناقص 2 جذر 3. إذا 5 جذر 3 ناقص 2 جذر 3، اذا بحال عندنا 5 اكس مثلا ناقص 2 اكس، اذا هي 3 اكس نفس الفكره. اذا 5 جذر 3 ناقص 2 جذر 3، اذا هي 3 جذر 3. 5 ناقص 2 3، اذا 3 جذر 3. يمكن لي نفهمها بهذه الطريقه ويمكن لي ندير التعميل. اذا نعملو جذر 3، اذا شتو كيبقى لينا هنا 5 ناقص العدد 2، اذا 5 ناقص 2 هي 3، اذا 3 جذر 3. 4 جذر 5 في جذر 5، اذا جذر 5 في جذر 5 اكس في اكس هي اكس مربع، اذا جذر 5 في جذر 5 هو جذر 5 اس 2. اذا 4 جذر 5 اس 2 هو العدد 5، اذا كتساوي لنا العدد 20. 7 جذر 2 اس 2، اذا عندنا في القاعده ا ب كل اس 2، اذا هي ا اس 2 ب اس 2، اذا هي 7 اس 2 في جذر 7 في جذر 2 اس 2، اذا 49. جذر 2 اس 2 كتساوي لنا 2، اذا 98. جذر 36 زائد 16، اذا هنا انتبهوا القاعده ديال جذر ا زائد جذر ب راه ما كتساويش جذر ا زائد ب. اذا هنا غنحسب كل جذر بوحده. جذر 36 هو العدد 6 وجذر 16 كيساوي لنا العدد 4، اذا 10. إذا هنا عندنا 7 جذر 11 ناقص 2 جذر 5 ناقص 8 جذر 11 زائد 4 جذر 5.
إذا كنجمع الأعداد اللي فيهم جذر 11 والأعداد اللي فيهم جذر 5. إذا 7 جذر 11 ناقص 8 جذر 11، كنغير لهم الترتيب، ناقص 2 جذر 5، العدد يبقى بالإشارة ديالو، ناقص 4 جذر 5. إذا 7 جذر 11 ناقص 8 جذر 11 هي ناقص جذر 11، 7 ناقص 8 ناقص 1، ناقص 2 جذر 5 زائد 4 جذر 5 كتساوي لنا 2 جذر 5. إذا ميمكنليش نزيد نبسط هذا العدد هذا.